يا جماعة من أمس نرحب فيكم، من أمس من يوم قلنا إن إحنا في جائزة ب100,000 دينار. اليوم بنتكلم عن موضوع أنا قاعد يصير فيني من اللوية اللي صارت، وقاعد أشوف الكومنتات ما شاء الله اللي موجودين، تقريبا 1,000 شخص موجود ويانا حاليا باللايف. فنبي نتكلم عن موضوع اللي ذكرناه أمس، موضوع جائزة ال100,000 دينار. دشوا علينا وايد ناس أو كلموني وايد ناس ان هل الموضوع صج مو صج، السالفه صجيه غشمره اشاعه؟ لا يا جماعه السالفه صجيه. انا لامس العصر حالي من حالكم، راد مع اهلي من الشاله، كان سولف جاي يرن تليفوني، يعطيك العافيه عبد الرحمن الله يعافيك، والله احنا عاجبنا اللي قاعد تسوي باللايف، اوكي شكرا، للحين الوضع عادي، عندنا جائزه 100,000 دينار. نعم عندنا جائزة 100,000 دينار وودنا نعلن عنها عندك في اللايف. شلون ومتى وشلون نرتبها؟ عندك باكر. فاللي دق علي الشخص المسؤول عن هذا الموضوع واللي هو عنده التفاصيل موجود معنا اليوم، نرحب فيه. معنا اليوم المتحدث الرسمي باسم مكتب وزارة الشباب حسن البحراني، كيف حالك؟ مساك الله بالخير أول شيء، ونمسي على كل متابعينك. وايد حلو خلينا نقول الفيدباك اللي صار والتفاعل الناس من خلال طريقتك بالإعلان عن الجائزة اللي مجمل قيمتها 100,000 دينار، وراح نتكلم عن 100,000 دينار. إيه 100,000 دينار عشان تقولون 100,000 دينار فعلية. 100,000 دينار فعلا مبلغ حقيقي وراح يتم توزيعه كجوائز، بس ما راح نعطي تفاصيل الحين، خلينا نعلقكم شويه اكثر بما ان عبد الرحمن من امس معلقكم، فبنعلقكم زياده. المبلغ حقيقي فعلا وراح يوزع كجوائز فعلا على شباب الكويتي بلا شك، من خلال ما نقول تفاصيل، ايش رايك؟ مو الحين، لا حب قول تفاصيل، نقول ولا ننطر شوي؟ لا ننطر شوي، لان هذا جزء من خلينا نقول البرامج اللي اطلقت من خلال مكتب وزير الدوله لشؤون الشباب اللي جايه بنبض جديد حاليا، واطلقت سلسله برامج للامانه قاعد تخدم تطلعات وطموحات الشباب الكويتي في مجالات مختلفه، من ضمنها ال 100,000 دينار. ال 100,000 دينار وبعد شوي راح نعطي تفاصيل اكثر عنها، هي مو شيء جديد على الشباب الكويتي يمكن، وهذه نسختها السادسه على فكره، ومو لاول مره تكون. هي لجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي اللي أطلقت من أول فبراير، وراح تستمر المشاركة والتقديم على هذه الجائزة لغاية 29 فبراير، يعني ماكو باقي. تقرب شوي على المايك أو تقرب عليك، ترى باقي أسبوع للتقديم والمشاركة في لهذه الجائزة. طبعا 100,000 راح تكون مقسمة على 10 فئات مختلفة من الشباب اللي راح تقدمون بفئات مختلفة، قسمنا الجائزة على 10 فئات، في وايد برامج راح نتكلم عنها، بس ال100,000 الكاش النقدي فعلية موجودة. انزين ناخذ اتصال، ودك ناخذ اتصال دكتور مشعل، راح يكون معنا الدكتور مشعل شاهين الربيع وكيل وزارة الدولة في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، يمكن هو أكثر شخص للأمانة في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، يعني عنده حماس كبير وتطلع كبير وطموح أكبر وأكبر لنجاح هذه المشاريع اللي أطلقت، وأنها تكون ذات عائد وفائدة كبيرة على الشباب الكويتي. الجدير بالذكر والمهم أن هذه الجائزة تقدم باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وهذه مثل ما قلنا نسختها السادسة، ففي لجان في داخل الوزارة راح تكون مشرفة وتقوم على عملية تقييم المشاركات اللي راح تكون موجوده بالفئات اللي راح نذكرها بعد شوي. مساك الله بخير دكتور. حياك الله يا هلا، مساك كيف حالك؟ الله يعطيك العافيه. هلا بالغالي، اموركم طيبه؟ شنو هالمفاجآت؟ شنو هالترتيبات اللي قاعد تسوونها؟ معاك عبد الرحمن الخميس حاليا على الهواء مباشر، معاي حسن البحراني، والحين احنا اللي نبي نتكلم اكثر عن البرامج اللي قاعد تقدمونها، فتفضل طال عمرك. الله يحفظك. أول شيء نتكلم عن جائزة التميز والإبداع، جائزة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه ورعاه، إن شاء الله عليك مسوي شوية بروباغندا على الجائزة وإعلان حلو لـ 100,000، فأنا بغيت أشارك بس هذا العمر ما يسمح، ما يخالف، هذا حق بناتنا وأبنائنا شباب الكويت كلهم، إن شاء الله أساس نحس فيهم روح المنافسة والإبداع
تدري دائما دولة الكويت سباقة في دعم شبابها وإعطائهم الفرص وخلق المنافسة بين الشباب. أنت دائما عشان تقدر ترتقي لازم يصير في عمل تنافسي، ودائما لازم نحرص على إحنا نكافئ ونكرم الشخص المتفوق من دون أقرانه عشان النسخة الثانية بالسنة القادمة تكون يكون التنافس فيها أكبر. فسيدي صاحب السمو حفظ الله ورعاه أوصى بتحديد جائزة قيمتها إجماليها 100,000 دينار فعلاً لأبنائنا المتفوقين في 10 مجالات مختلفة. والمجالات طبعاً هي ريادة الأعمال، التعليم، الإعلام، الثقافة والفنون والآداب، العلوم والتكنولوجيا، الرياضة، تعزيز الصحة، العمارة والتخطيط، العلوم الشرعية والعمل التطوعي. حاولنا نتأكد أن نغطي جميع المجالات ونحث إخواننا وابنائنا البنات والشباب أن يقدمون على هذه الجائزة، وإن شاء الله يا رب الله يوفق المتميز فيهم كلهم. دكتور طبعا هلا حبيبي. نعم دكتور، قبل شوي قاعد نتكلم على البرامج اللي قاعد تطلع من خلال مكتب وزير الدولة شؤون الشباب، وهنا بذكر حماسك وتفاعلك القوي والملح ومتابعتك لكل هذه البرامج، فهم من ضمن البرامج راح نتكلم على المبادر المحترف، ومن كثر حماسك ودي تقول لي قصة انك رحت للمبادرين وعطيتهم كلاس. اي لا انا اقول قصة المبادر طبعا شوف لازم تعرف يعني انا ولي امر وعندي ابناء وايضا دكتور بالجامعة ومثل ما زلت أدرس تطوعيا بجامعة الكويت أدب إنجليزي. فصار لي فترة طويلة دائما قريب من أبنائنا الشباب والشابات، فدائما كنا نحسهم إن يحاولون إن يكونون هم يعني مسؤولين عن نفسهم عن مستقبلهم. تدري اليوم عملية التوظيف وعملية خلق الفرص بدأت تكون جدا صعبة في ظل يعني التعداد السكاني وتقلص فرص العمل وإلى آخره من اللي تتعرفونه. فمكتب وزير الدولة شؤون الشباب تحت توجيهات رئيس السيد رئيس الوزراء سمو رئيس الوزراء دائما نحسن احنا كمسؤولين ان نجد الحلول والبدائل ونسهل العملية للشباب. فاليوم حاولنا نوجد حل لمشكلة الانتربرينورشيب، يعني شلون نقدر نحفز الشباب ونهيئ لهم الأرضية عشان يقدرون يبدون مشاريعهم ويصيرون مثل ما يقولون تجار صغار. اليوم فكرة المبادر المحترف هي بديل للعمل عن بدل العمل بالحكومة، وأيضا بديل عن العمل بالقطاع الخاص، حيث أنت اليوم تكون مسؤول نفسك، أنت تسوي your own small business وتقدر أنت تديره. فشنو الطريقة شلون نقدر نساعد أبنائنا وبناتنا وشباب الكويت إنه يبدون يمشون بهذا الخط؟ فمثل ما حضرتك عارف الصندوق الوطني لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة عنده الوفرة المالية، والدولة حطت صندوق قيمته 2 مليار دينار لدعم هذه المشاريع. يبقى عندنا اليوم كيفية تجهيز الشاب أو الشابة إنه يبدأ يكون مشروعه. فبالفترة السابقة بالسنين السابقة كان الشاب أو شابة تروح تقدم على الصندوق، يطلبون منهم دراسة جدوى، ماركت سيرفي، معلومات عشان يتأكدون أن هذا المشروع راح يلاقي النجاح. فمعظم الشباب يروحون يلجؤون حق مكاتب الاستشارية ومكاتب دراسات الجدوى، يعطونهم دراسة جدوى ويقدمون على الصندوق، اللي دراسته زينة يمشي، اللي دراسته فيها صعوبة يتم رفضه. واللي تم رفضهم بالفترة السابقة بحدود نقدر نقول 70% يتم رفضه. سبب الرفض هو أن المبادر أو الشاب الشابة مو جاهزين لريادة الأعمال. فسوينا مشروع بالشراكة مع جامعة الكويت ومركز صباح أحمد الموهبة الإبداع، أيضا بعد عرضه على المجلس للتخطيط يعني بإشراف الدكتور خالد مهدي، اللي طبعا يعني نشكره شكر كبير على تفاهمه ودوره الكبير في إعداد خطة التنمية لدولة الكويت. فقلنا احنا اليوم نساعد الشاب والشابة علشان نجهزهم لإدارة ريادة الأعمال. فاتفقنا مع الحاضنات اللي هي مرخصة من قبل الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة ان الشاب الكويتي بعد ما يقدم مشروعه او انه يقدم الفكرة نبدأ احنا نحتضنه عن طريق الحاضنات اللي هو يسمونه البري انكيبيشن. بما معناه ان دخل داخل دورة مدتها 108 ساعات، بالمئة وثمان ساعات هذه الشاب راح يعرف يسوي دراسة الجدوى، القوائم المالية، الماركت سيرفي، تراخيص والأمور المتعلقة
موافقات الدولة المختلفة لين نوصل لمرحلة يكون عنده بروتوتايب اللي هو النموذج الأول. ممتاز. فبهالحالة يكون أنت عندك شاب كويتي عنده المعرفة والدراية بمشروعه وعنده نموذج أولي يقدر ينزل في السوق ويشتغل فيه. الإضافة اللي سويناها إن أيضا درسنا السوق وشفنا شنو المجالات اللي مفتوحة لأن عشان نقلل الفوليتيليتي. اليوم تدري في مثل قطاعات جدا خطرة مثل قطاع التغذية. نعم. هذا قطاع نسبة الخسارة فيه تصل 80% يمكن 85%. فحاولنا إن إحنا نسكر المجالات اللي تكون متشبعة اللي الخطورة فيها عالية ونوجه الشباب إلى الصناعة إلى الأدب والفنون إلى التكنولوجيا إلى الزراعة القطاعات اللي السوق ما زال يتحمل فيها الشباب. بعد 8 ساعات نختبر شاب نتأكد أنه عنده البروتوتايب جاهز يأخذ فاست تراك يروح في صندوق المشاريع المتوسطة الصغيرة أو يروح حق أي شركة تمويلية أو بنك راح يكون جدا سعيد أنه يمول وبكذي يكون نعم وبكذي يكون جاهز أنه ينطلق بالسوق على أرضية ثابتة. بس دكتور يعني إحنا أمس أعلننا على 100,000 دينار كويتي. أنت الحين هم قاعد تقول من خلال هذا المبادر المحترف قاعد تضخون ملايين. المبادر المحترف الصندوق الوطني للشارع المتوسط الصغير قيمته حجم الأموال الموجودة 2 مليار دينار. هذه الفلوس كلها موجهة للشاب الكويتي اليوم إنه أو الشاب الكويتي إنه يبدأ يشق طريقه بنفسه. نعم. بس نحتاج الابتكار نحتاج أكيد. الموهبة نحتاج التجهيز. فأعتقد اليوم دورنا كمكتب مدير دولة الشباب إن نجهز تجار المستقبل مثل ما يقولون للمستقبل للمرحلة القادمة. والحمد لله يعني البرنامج انطلق تقريبا من قبل من شهر. احنا اليوم عندنا 114 متقدم. ممتاز. اول دفعة بدوا دراسة. انا احب اقول الدراسة فعلا انت خلال هال 108 ساعات او هسه الساعات راح تتعلم شغلات يمكن ما تعلمتها باربع سنين دراسة جامعة او معهد الى اخره. فالتجاوب كبير الحمد لله وان شاء الله هذا راح تكون بادرة جيدة ان ابنائنا يكون جاهزين لسوق العمل. حلو. الله يعطيك العافية دكتور مشعل شاهين الربيع على هذا التوضيح وعلى هذه المبادرات اللي قاعد تقدمونها في دعم الشباب ومشاريعهم وطاقات. ما 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 سألتني عن دور الإبداع الشبابي هذا أهم. دور الإبداع الشبابي دور. أكيد هذا أهم أكثر شيء مهتم فيه الدكتور على فكرة يعني. حلو. عيل عطنا التفاصيل دكتور. هذا دور الإبداع الشبابي هذا أتوقع أنه إن شاء الله بحيل الله يعني راح يشيل عيالنا من البلاي ستيشن شوية. عسى يا معود عسى دكتور الدولة تودي دائما نحو مثلا الرياضة ودعم الشباب. اليوم الشاب اللي يحب الرياضيات اللي يحب الكودينج اللي يحب الرسم اللي يحب حفظ القرآن الكريم هذيل ما عندهم برامج تحتويهم أو برامج تنموية تحتويهم. في شيء مهم لازم نعرفه اليوم انتوا بعد كونكم شباب هذاك تعرفونه. في فرق بين ان انا اليوم اي اسوي ملتقى او منتدى او مؤتمر وفرق ان لما دخلت داخل برنامج تدريبي او برنامج تنموي مدته 15 سنة على كيركلم على منهج معتمد. فدوري الابداع الشبابي هو دوري بست مجالات الكودينج الروبوتكس الرياضيات الادب والفنون والقصه القصيره القران الكريم والرسم والخزل. فاليوم انت الشاب الكويتي اللي عنده موهبه غير كره القدم وغير الرياضه اذا كان عنده موهبه فنيه موهبه علميه في دوري متكامل يحتوي. ونشكر الدكتور عمر البناي ومركز صباح الاحمد الموهبه الابداع اللي سخروا لنا مركزين واحد بالقادسيه والثاني بالجهره وبدا انطلق فعلا دوري الابداع الشبابي. واول اسبوع تقريبا عندنا اليوم 272 مشارك موزعين على مجالات مختلفة. إن شاء الله شهر 4 راح نشوف النهائيات والنهائيات راح يصير فيها حلبة روبوت ومسابقات بالكود والبرمجيات وراح يطلع لنا بطل أو بطلة الكويت بالكودينج بطل وبطلة الكويت بالروبوتكس بطل وبطلة الكويت بالرياضيات وراح ناخذهم ونشارك فيهم عالميا. اليوم إحنا دورنا أن ندعم الشاب الكويتي بجميع مواهبه ونستمر بدعمه لين ندخل المبادرة المحترف بإذن الله. أكيد هذا اللي نطمح له. لكن باقي أهم مشروع حاليا أيضا من ضمن المشاريع اللي أطلقت دكتور اللي هو مجلس الشباب اللي حاليا الناس قاعد تقدم عليه. هذا الحلم الكبير. هذا الحلم الكبير حق الشاب والشايب. مجلس الشباب يعني هو مجلس يضم 36 شاب وشابة من خيرة أبناء وأبناء الكويت. يعني مجلس استشاري مجلس إرشادي مجلس
يعني راح تعطى له مسؤولية التنمية والدائرة ونقل المشاكل ونقل طموح ونقل رغبات الشباب إلى 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 الجهات الحكومية، إلى مجلس الأمة، إلى إلى الإعلام. شوف في شيء وايد مهم اليوم، في جاب فجوة بين جيل وجيل. جيلكم لا. الله يحفظكم اليوم الأصغر منكم وايد سريع، يعني اليوم الأمور اللي أنت تعرفها بعمرك أو ولدي مثلاً نواف يعرفها وأكثر، أنا بعمره ما كنت أدري، مو مطلع عليها. فعشان نسكر هذه الفجوة نحتاج مجلس شبابي يقوم بهذا الدور، يكون حلقة الوصل بين الجنريشن، يصير اليوم في لغة واحدة مشتركة نفهم فيها رغبات الشباب واحتياجهم. وأفضل شخص أو أفضل كيان يقدر يقوم بهالدور هو مجلس الشباب. لكن متى مجلس الشباب يكون نافذ؟ إذا فعلاً كان فيه أفضل 36 شاب وشابة على مستوى دولة الكويت. وأنا أوعدكم وأوعد القيادة السياسية وأوعد المستمعين إن هالمجلس ما راح يدشه إلا أفضل 36 شاب وشابة ب 18 تخصص مختلف. بلا شك، وهذا وهذا راح نتكلم عن آلية الفرز وطريقة المتقدمين، شو راح يتم تصفية المتقدمين والفرز لغاية انتقاء أفضل 36 شاب وشابة. بلا شك ان شاء الله ربك يسهل يا رب، الامور ان شاء الله طيبه وانتم ايضا الخير بقباله، وراح تشوفون ان شاء الله وتبادرون وتشاركون. وخلال يمكن اشهر بسيطه احنا ان شاء الله كوارترلي كل 6 أشهر راح نعلن عن اعداد الشباب والشابات اللي شاركوا بالبرامج، وراح يكون في شفافيه وان شاء الله شبابنا راح يطلعون على كل الامور. يعطيك العافية دكتور، ومشكور على تواصلك معنا، وفي تفاصيل أكثر أكيد راح تنذكر اليوم باللايف لو تابعتونا بآلية المشاركة وشلون الناس تسجل في كل هذه البرامج، راح تعرفونها من لايف الخميس اللي على فكرة عبد الرحمن خلي أقول لك شغلة، يعني اليوم احنا في مناسبة الاحتفال بالعيادة الوطنية بالكويت، ودائما احنا في الكويت هني نعبر عن فرحتنا واحتفالنا بالوطن يا بالمسيرات او خلينا نقول مناسبات الاحتفاليه وغيره. اليوم الشباب الكويتي يمكن اكثر او اقوى فرصه للتعبير عن حبه لوطنه من خلال تقديمه لانجازاته، من خلال مبادراته، من خلال تميزه، تقدم على جائزة تميز الابداع الشبابي، ايضا المشاركه في المبادر المحترف بمشاريع تخدم الوطن وغيره، وايضا المشاركه في عضويته في المجلس الشباب. في النهاية كل هذه المشاريع تصب مو بس لتطلعات الشباب وتحقيق طموحاتهم، في النهاية انت قاعد تخدم الكويت، فتعبيرك عن حبك لوطنك مو بس مسيرة تمشي فيها او اغناية تغنى فيها، فعل لازم تسوي حق بلدك. اكيد اكيد، فالحين هذه الفترة افضل فترة تقدر تعبر فيها عن حبك للكويت في انجازاتك في الشغلات اللي انت تسويها. فمثل ما ذكرنا الحين في شغلات وايد في هالفترة، تغيرات في المجهودات اللي قاعد تسويها الوزارة في مكان من مجلس الشباب أو الجائزة أو هذه الأمور، نبي نأخذ تفاصيل هم زيادة عن مثلا متى المواعيد، شلون طريقة التقديم. حلو. بس قبل لا أقول لك طريقة المواعيد والتقديم، هم تأكيدا على 100,000 اللي قلتها. تأكيدا عليها، طلع الموضوع أكثر من 100,000، تكلمنا بالملايين. ايه الحين دشينا ملايين الحين عرف. فكل هذه خلينا نقول كل هذه المبالغ ترى موجوده ناطره بس الشخص انه يبادر ويقدم ويشارك. استغنون بس تقعدون الصبح لكلكم كل تصير اغنيه كلها بيصير اغنيه. على فكره ترى يعني انا من خلال يمكن تواجدي داخل مكتب وزير الدوله لشؤون الشباب وكل هذه المبالغ اللي قاعد تذكر وهذه البرامج اللي موجوده، ترى فعلا كل شيء موجود ومتوفر، بس ناطر الاكشن الاول منك انت عبد الرحمن او انت اي شاب كويتي. بس اخذ المبادره الاولى، دش السايت، موقع وزاره الدوله لشؤون الشباب، موجوده في كل هذه البرامج. ترى العمليه بسيطه، كليك يعني امسك كيبوردك بربع ساعه وين ما انت قاعد، شوف البرامج اللي تناسبك، دش شارك فيها وسجل وفالك طيب. نتكلم حتى الموقع الرسمي بالانستغرام لمكتب وزير الدوله لشؤون الشباب، احنا في الفريق الاعلامي في مكتب الوزاره قاعد نحاول نسوي تغطيات كامله لكل هذه البرامج ونبسط اليه وطريقه وشرح هذه البرامج للمشاركه فيها. يعني قبل فتره ما هي بعيده
اطلقنا موضوع ندش الويب سايت. خلينا نشوف الويب سايت عبد الرحمن، ايش رايك؟ اوكي نشوف الويب سايت. على طاري ال 100,000 بعد اللي خبصت الديره فيها امس، خلينا ندش اول شيء على خلينا نقول جائزه تميز الابداع الشبابي. انزل. جائزه الكويت للتميز الابداع الشبابي. حلو. هذا السايت ويانا، هذا الموقع. اول صفحه اول ما تدش على طول راح تلقى كل البرامج اللي اطلقتها المكتب الوزاره موجود ومتوفر. حلو. اذا ننزل تحت نشوف اللينك شنو فيه. ايوه ننزل راح نلقى كل هذه البرامج، من ضمنهم راح نلقاها باللون الذهبي. طبعا احنا ميزنا حتى شعار الجائزه. اوكي. ايوه هذا الذهبي اللي تحت. الذهبي. ايوه جائزه الكويت لتميز الابداع الشبابي. حلو. على طول تدشون على اللينك هذا وتعبي بياناتك. زين. طبعا شروط هذه الجائزه بالدرجه الاولى طبعا ان تكون انت شاب كويتي. حلو. لازم تكون كويتي عشان تقدر تشارك فيها. بالضبط. شاب كويتي. عندك انجاز شخصي. حلو. او حتى لو انت جروب مثلا جروب معين انجزتوا انجاز معين بامكانكم تقدمون. هالسنه هذه حاولنا نبتكر شيء مختلف نوعا ما، اللي مو شرط انت مثلا عبد الرحمن الخميس، خلينا نقول على سبيل المثال مثلا قول لي اليوم لايف عبد الرحمن الخميس. حلو. تميز في مجاله كمشروع لايف بالانستغرام على سبيل المثال. على سبيل المثال وليس الحصر طبعا. حلو. لذلك للأمانة يعني اليوم قاعد نشوف اغلب الجهات قاعد تحاول تطلع معاك لايف بشكل تروج من خلالها لمشاريعها ومنتجاتها. عبد الرحمن الخميس على سبيل المثال اللي قاعد طول ما لت الجائزة عنده بحسابه تميز، قد يكون حقق إنجاز معين من خلال اللايف اللي هو قاعد يسويه. عبد الرحمن يمكن مو بخاطر يقدم. يمكن شوف مو بخاطر يقدم. احنا فتحنا المجال ان حتى الناس ممكن ترشح اشخاص لهذه الجائزه. اوكي يعني انا ممكن اعرف احد اقول مثلا فلان شارك. بامكانك تدش السايت وترشح الشخص اللي انت تعرفه سواء كان قريب لك او صديق او معرفه قريبه لك، تاخذ بياناته او انت مطلع على بياناته، تدش السايت وتسجل وترشحه لمكتب وزير الدوله لشؤون الشباب من خلال الجائزه. بعدها راح يتم الفرز ويمكن هو يتفاجئ بانه هو مرشح لهذه الجائزه وهو ما يدري. الناس سجلوا مثلا. حلو. فاحنا عندنا هذه الطريقتين، اما تسجل ب خلينا نقول لانجازك الشخصي او لشخص تعلم انه هو صاحب انجازات لكن متواضع الريال يا اخي ما وده يقدم او يعلن عن نفسه. أوكي. بامكانك ترشحه. حلو ممتاز ممتاز، هذه شغله وايد حلوه. بالضبط. يعني تقدر تقدمها هديه حق شخص ممكن انت تشوفه مبدع بس هو مو قاعد يشتغل على نفسه من الناحيه الاعلاميه مثلا وكذي، تقدر انت ترشحه وتخليه يفوز بالجائزه. انا حبيت بس لازم تاخذ منه نس بعد. اكيد. انا شوف على فكره انا حبيت شغله صارت امس. شنو؟ الاقبال على موضوع ال 100,000 دينار كويتي شيء جدا ايجابي انا حبيته. الحمد لله. لكن احنا اطلقنا شعار وهاشتاج ان منو يستاهلها. بالضبط. في النهاية إذا أنت تبي ال 100,000 ما راح تيك بالساعة، أو خلينا نقول المجمل الجائزة على فكرة. لأن إحنا موزعينها على 10 قطاعات. كل قطاع راح تكون قيمة الجائزة 10,000 دينار كويتي. حلو. اللي يازل الموضوع وايد خلي يكمل معنا، بالعكس اخذ الأكشن المبادرة ونشوف في النهاية منو اللي راح يستاهلها. حلو. يعني اللي تشجع على الموضوع يعني هذه كانت بس مجرد تحريك واعطاء الدافع ان انا ممكن ادش، لكن الحركه الفعليه انك تاخذ اكشن وتقدم على هذه الجائزه، تقدم مشروعك، تقدم مبادرتك في اي شيء انت تبي. هم خلنا بالكاش، ايش رايك قبل نروح حق اشياء ثانيه؟ خلنا بالكاش. ايضا الشباب الكويتي اليوم نشوف وايد قاعد يطلب مشاريع. حلو. المشاريع كثيره ما شاء الله بمجالات مختلفه، في منهم اللي الله يوفقه وينجح، وفي منهم يدش يمكن يخسر فلوسه وما يقدر يحاول مره ثانيه او مو دال الطريق. اوكي. اليوم المبادر المحترف اختصر لك الطريق بشكل كبير ترى على فكره عبد الرحمن. اوكي. ايش رايك نشوف فيديو عن المبادر المحترف؟ تعبان الدوام وتبي تصير مدير نفسك؟ عندك فكره مشروع تبين تكونين مسؤوله عن مستقبلك؟ الحل سهل. مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب أطلق برنامج المبادر المحترف، وهو برنامج تدريبي تديره حاضنات الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة من الصندوق الوطني بالشراكة مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ومركز التدريب الهندسي والخريجين بجامعة الكويت، ومدة 3 أشهر. وهذه أهم مزايا. الوزارة ما انتهى دورها هني، لأنها راح تعطيك الأولوية بالإجراءات اللي تحتاجها عشان تحصل التمويل حق مشروعك، كل هذا وبدون ما تدفع شيء. باختصار الرغبة والفكرة منك، التأهيل والتدريب علينا، بضغطة زر منك المبادر المحترف يحدد مستقبلك.
باختصار عبد الرحمن البرنامج المبادر المحترف هو أي شاب كويتي عنده فكرة مشروع وده يقدم من خلال الحاضنات اللي موجودة، راح نختصر عليه المشوار والطريق بحيث أنه يقدر يقدم ويسجل بالسايت اللي موجود عندنا في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب. بعدها راح يدخل إلى اللجنة، هذه اللجنة راح تحطك في كورس مثل ما ذكرنا قبل شوي بالفيديو مدتها 3 شهور. هذا الكورس راح يعطيك موضوع دراسة الجدوى اللي تسويها في إيدك، أيضا موضوع الميزانيات وغيره، الاستشارات القانونية، الميزانيات شلون تحطها، حتى لو أنت محتاج بعض الموظفين نوصل معاهم إلى درجة البراندينج حتى نوزع هذا الكورس. طبعا عشان أهم هذا الكورسات طبعا هي راح تكون مجانية بشكل كامل، لكن لمصداقية خلنا نقول أو التزام الناس اللي مسجلة في هذا البرنامج ناخذ عليهم مبلغ مثل نوع من التأمين عشان نضمن التزامه بهذه الدورات، عشان لا يكون ماخذ مقعد وما يلتزم ويكون ماخذ مقعد غيره. فبعد انتهاء هذه الدورة شغلتين مهمين، المبلغ راح يسترجع له حلو، الشغلة الأهم انه راح يكون عندك كريدت انه حلو يقبل بالصندوق مباشرة. ايش رايك خلنا ناخذ معنا سيد نعم جمال محمود عشان يعطينا تفاصيل أكيد اكثر عن هذا الموضوع. تفضل انت على الهواء، يعطيك العافيه. الو، يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا هلا، الله يعطيكم العافيه على جهودكم، واذا تسمحوا لنا ناخذ من وقتكم شوي عشان ناخذ تفاصيل اكثر عن المشروع. تفضل. وانا في البدايه هم اخذ من وقتكم، احب ان اتقدم باسم ايات التهاني والتبريكات القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة ذكرى العيد الوطني والتحرير. تفضل. بداية أحب أنوه أن برنامج المبادر المحترف اللي يتقدم في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب هو برنامج من ضمن حزمة من البرامج اللي يعني تهدف إلى إعداد وتأهيل وتمكين الشباب من فترة بداية الطفولة إلى مرحلة الرشد اللي يستطيع من خلالها أن يقوم بإقامة وتشغيل مشاريع صغيرة والمتوسطة. عندنا يعني مكتب وزير الدولة شؤون الشباب أعطى أولوية لهذه المشاريع وركز عليها لأهميتها وأهميتها للشباب، قطاع الشباب المهم. إذا حبينا نتكلم على برنامج المبادر المحترف، المبادر المحترف هو برنامج مختص بالشباب الكويتي من فئة عمرية 21 سنة إلى 35 سنة. نعم. يهدف إلى تشغيل التدريب وتأهيل الشباب الكويتي المقبل على تشغيل مشروع صغير أو متوسط. نعم. للبرنامج يعني ميزات كثيرة يتمكن من خلالها المبادر أو الشاب الكويتي اللي يلتحق بهذا البرنامج، يتمكن من إعداد دراسة جدوى نعم وخطة عمل للمشروع، يتمكن نعم كذلك من معرفة مهارات أو خلينا نقول تطوير مهاراته الإدارية والمالية في حال إذا حاب يدير أكيد مشروعه. أستاذ جمال، بس ودي أسألك يعني من خلال هذا البرنامج أعتقد أن في حاليا شباب ادخلوا ضمن هذا البرنامج وشغالين في دوراتهم، يعني بلشوا. نعم. صحيح؟ صحيح. نعم. فعليا الدفعة الأولى من المتقدمين للبرنامج التحقوا بالبرنامج من 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 الأسبوع اللي فات، من يوم بالأحرى من نعم يوم 16 فبراير ملتزمين وبدأوا برنامجهم التدريبي وفق الجدول التدريبي اللي المتفق عليه مع حاضنة الأعمال. يعطيك العافية ومشكور على تواجدك وتواصلك معنا من خلال لايف الخميس، وهذه المعلومات اللي مهمة للشباب أمانة في هذا البرنامج، يعطيك العافية. أبو علي، أنا ودي أخذ الحين ودي أعرض فيديو لأن أوكي في ناس قاعد تسأل عن
عن الجائزة، الناس قاعد تروح وترجع على الجائزة. أوكي. أنا ودي نعرض فيديو الجائزة، أنا قاعد أشوف قاعد أقرأ التعليقات. أوكي. إن ما قاعد تقول لي ما أنا ما قاعد أشوف تعليقات وياك ترى. إيه حط لك وياك آيباد تشوف الحين إحنا على طول لازم شغلك معك. فالتعليقات في ناس قاعد تسأل وين وشون الطريقة وشون 100,000. أنا ودي أشغل الفيديو مال الجائزة. أوكي. اللي اسمه منو يستاهلها. قدم إنجاز متميز وإبداعي تفتخر فيه ويرفع اسم الكويت، جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي، تأتي برعاية سامية وتكريم شخصي من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. قيمة الجائزة الإجمالية تبلغ 100,000 دينار كويتي. قدم من خلال موقع إلكتروني لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب خلال الفترة من 9 إلى 29 فبراير. لكل شاب وشابة ما بين سن 14 و 35، قدموا إنجاز مبدع للكويت من خلال مبادرة أو مشروع أو مؤلف أدبي وإنجاز علمي أو حتى شخصي من خلال المجالات التالية. تستاهلها؟ أو تعرف أحد يستاهلها؟ قدم أو رشح شاب أو شابة متميزة ومبدعة. سجل وخل الكويت تحتفل وتفخر بإنجازات شبابها. فإحنا الحين نبي ناخذ معنا اتصال، نبي نشوف تفاصيل هذه الجائزة. وعلى فكرة الموضوع ترى قيمته مو بس المادية، ترى على فكرة قيمة التكريم بحد ذاتها، ان احنا مو بس الموضوع له علاقه بالتكريم المادي، لان التكريم الاسمى والاهم واللي اتوقع كل شاب كويتي يتطلع له، انه في نهايه فرز الجوائز بالفائزين بالمراكز المركز الاول للنيل هذه الجائزه سيكرم من حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في حفل تكريم خاص في هذه الجائزة. يعني الموضوع أكبر من أن تكون قيمته مادية، القيمة المادية هي مجرد دعم خلنا نقول مادي لهذا المبدع أنه يطور من أدواته أكثر وأكثر، لكن القيمة المعنوية والدافع الأكبر هو تكريم حضرة صاحب السمو حق هذيل الشباب العشرة. صحيح، فهذه القيمة أتوقع وايد كبيرة. معانا الاتصال وإن شاء الله هالمرة ما يكون الرقم غلط إن شاء الله. لا إن شاء الله إن شاء الله. تفضلت أخذ الاتصال. معانا الدكتور دعيج الركيبي المنسق لجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي، مساك الله بالخير. هلا أخوي حسن، يا مرحبا. يا هلا حياك الله، أنت معنا على الهواء بلايف الخميس. وعلى فكرة من أمس يمكن بالليل الكويت كلها قاعد تسأل عن الجائزة وطريقة التقديم عليها والمشاركة، فمن خلالك نتمنى نسمع تفاصيل هذا المشروع. بالعكس، نشرف في أن نكون عن طريق لايف الخميس، عن طريق أخوي عبد الرحمن الخميس، وانت دينام دائما كذلك حسن البحراني. احنا نتكلم يمكن أمس سببت ضجة. نعم. عن موضوع 100,000. أول شيء شاول الكويتي يستاهل أكيد. هذه يمكن بتوجيهات من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظ الله ورعاه في موضوع الجائزة الشباب ودعمهم للتميز والإبداع الشبابي. احنا نتكلم عن 100,000. نعم، هي 100,000 دينار كويتي توزع إلى 10 مجالات جدا بسيطة. نعم. عندك عمل مميز، عندك عمل مبدع، قدم. الآلية جدا بسيطة، أوصف هنقول وصف بسيط حق عملك المميز. نعم. فإذا أنت عندك العمل هذا قدمه عن طريق just one file، هنقول فايل واحد. عرف نفسك، لابد تكون من الفئة العمرية بين 14 سنة إلى 35 سنة. حلو. وأن تكون كذلك نفس ما قال يمكن أخوي حسن كويتي الجنسية. صحيح. بس المجالات خل نركز على المجالات شوي أكثر عشان الناس تعرف على شنو تقدم المجالات اللي ممكن تقدم عليها. نعم، احنا نتكلم عن أهم مجالات يمكن تهتم فيها رؤية الدولة حاليا، هي 10 مجالات. المجال الأول هو مجال التعليم. نعم. المجال الثاني هو مجال العلوم الشرعية. المجال الثالث هو مجال الإعلام. المجال الرابع هو العلوم والتكنولوجيا. مجال ريادة الأعمال، مجال العمل التطوعي، مجال الرياضة، مجال العمارة والإسكان والعمارة والتخطيط العمراني والإسكان. نعم. وكذلك مجال يمكن خانة نذاكر بادي آخر مجال عندنا اللي هو الفنون، المجال الرياضي كذلك. الرياضي. نعم. ما سأل.
مجال إيه ريادة نعم. الأعمال طبعا ومجال تعزيز الصحة وهو الأهم طبعا. بس دكتور صراحة نعم دكتور صراحة الله يعينكم بموضوع الفرز، لأن بكل هالمجالات اللي ذكرتها شبابنا الكويتي كله مبدع فيها. نعم نعم، يعني يمكن لو تلاحظ أخوي حسن المجالات هذه تغطي تقريبا الأولوية الوطنية ناشونال بريوريتي. فالناشونال بريوريتي بالنسبة لنا هي تنحصر في هذه المجالات اللي هي تعزيز الصحة نفس ما قلنا هي اللي آخر واحدة تقريبا، وكذلك المجالات الأخرى التسعة. نعم يعطيك العافية ومشكور دكتور على تواصلك معنا وهذا التوضيح. أتوقع الموضوع صار واضح وما على الناس اللي ندش السايت وتسجل خلاص يعني حتى وإحنا نعم وإحنا الهدف الصراحة يمكن السنة هذه اللي هي النسخة الخامسة نعم. قبل كان أي شخص يجد في نفسه الإبداع قدم، كنا نقول له الحين لا، يعني نقول إذا أنا مثلا أشوف عبد الرحمن الخميس على مثال مثلا مميز أقدر أرشح الشخص، أقدر أرشح حسن البحراني، أقدر أرشح أي شخص أنا أشوفه مميز. فهي مجالين أو طريقتين لتقديم الجائزة، يا تقدم نعم. اسم وتقول إن هذا الرجل شخص مميز كويتي صاحب إبداع وتميز، أو المجال الآخر اللي هو من يجد في نفسه إنه قدم شيء للدولة، قدم عمل مميز ومبدع للدولة قدم. فهي فرصة جدا بسيطة، يمكن مو مطلوب منك شغلات كثيرة، مطلوب منك يعني تقدم لنا مجالك الإبداعي أكيد. وبإذن الله راح يكون الإعلان الرسمي للجائزة أو الفائزين في هذه 100,000 يوم الشباب العالمي اللي هو تاريخ 13 مارس. شكرا لك، يعطيك العافية دكتور دعاج الركيبي المنسق لجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي. من سولف الناس قامت تطيح هني. إيه ما هنا قاعد يطيحون هنا هوا، إحنا هوا قرقشة قام يصير. بس تعال الحين قاعد نرشحك وهذا وعبد الرحمن مثلا وما مثلا مثلا قلنا على سبيل المثال قالوا يعني مثلا حسن البحراني إيه بس في مشكلة شنو؟ طفنا 35 يا أخوك عفا ان شاء الله. انا برشح ناس، برشح في ناس ببالي ابي ارشحهم ان شاء الله. من ببالك الحين؟ ببالك احد ودك ترشحه؟ والله وايدين، يا تخاف تقول اسم احد يزعل الثاني، بس للامانه يعني مثل ما قلت انا في البدايه قبل شوي في وايد، والمجالات اللي المكتب وزير الدوله شؤون الشباب وايضا جائزه الكويت للتميز والابداع اختاروها، هذه المجالات الله يعين اللجنه صراحه بالاختيار اكيد. يعني العمل التطوعي، نيت العمل التطوعي ما شاء الله شبابنا بالكويت مو مخلين مو مبقين أرض في العالم مرايحين بأعمال تطوعية صحيح بالرياضة وغيرها. يعني زين هذول اللي قاعد يطقطقون أنتوا وين قاعدين يعني؟ خلاص جايات للربع على حسابي خلاص يعني خلاص احنا طالعين على الهواء وللحين احنا قاعد تصير عندنا هذه السوالف. زين نبي نحط فيديو ثاني مثلا، خلينا نشوف شنو في البرامج عندنا. نتكلم يمكن ما تكلم عن المجلس الشبابي، يمكن هذا مجلس هذا مهم جدا يعني. حلو خلينا نتكلم عن المجلس اكثر شويه، خلي الكاش حلو، خلينا نحط المجلس الشبابي نشوف. عندكم خيار تعالج مشاكل الشباب، ساهموا في صناعه مستقبلكم وخلكم قريبين من صناع القرار. مجلس الشباب احد اهم ركائز السياسه الوطنيه للشباب بتنفيذ مكتب وزير الدوله لشؤون الشباب. مجلس يضم 36 شاب وشابه من عمر 18 ل 34 سنة، يتم اختيارهم من جميع محافظات الكويت ضمن آلية تتمتع بالشفافية والعدالة والمساواة. ومهمتكم تحليل ودراسة احتياجات وإمكانات الشباب وقضاياهم، إيجاد سبل التواصل بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تفعيل الأنشطة والفعاليات والملتقيات الشبابية المحلية والعالمية، واقتراح أفضل الحلول لصناع القرار بالدولة. هذه فرصتكم، يكون لكم دور في تطوير استراتيجية خطة التنمية للشباب. تبي تكون واحد من صناع مستقبل الكويت؟ شارك بمجلس الشباب. شارك بمجلس الشباب عشان تقدر تكون ضمن صناع القرار في الكويت، وتكون إن شاء الله الرؤية المستقبلية مثل ما الشباب يبون. انزين فالحين احنا عندنا اتصال من الأستاذ عبد العزيز المطيري من مجلس الشباب يوضح لنا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. تفضل أنت على الهواء. يا حلا والله يعطيكم العافية. الله يعافيك. أولا أنا يعني بطلع شوي عن الموضوع، أنا جدا معجب، شفت
وبمحتواك الإعلامي. الله يجزاك، الله يجزاك خير الساعة المباركة. وأنا أشوف إي والله، وأنا أشوف أن إن شاء الله الشباب اللي راح يكونون ممثلين شباب الكويت عندهم هذا الفكر المتجدد واللي يخدم تسارع التطورات اللي قاعد تصير. الله يجزاك خير، شهادة اعتز فيها وعلى راسي، وهذا كلامكم هم يعطينا دافع للاستمرارية وما نستغني، ومثل ما يقولون ان احنا هي سلسلة دائرة، فمثل لما الشباب صدقت. يقدمون ابداعات والجهات الحكومية تدعم فهذا الشيء. اخوي عبد العزيز يتفضل. الحين عبد الرحمن قبل شوي رحنا رشحناه للجائزة، الحين بنخلي عضو في المجلس بعد عزيز ما شاء الله. لا لا هو ما ان شاء الله يكون معين لاعضاء المجلس اكيد. الساعة المباركة، الساعة المباركة. انا اشوف اخوي عبد الرحمن زادت ابداعاته لما شاف منصة اللي هي اعتقد سديم اسمها. صحيح برنامج صحيح، برنامج ما شاء الله متابع يعني من سديم ما شاء الله. طبعا انا اشوفك من زمان، فانا اشوف ان الاحتكاك مع المبدعين بمجال معين وان تكون لكم منصة مشتركة انت وتخدمون بعض فيها وتطورون بعض فيها ومحتوى بعض، اشوف هذا اللي يتيح ان شاء الله مجلس الشباب. حلو. لما يكون في 36 شاب وشابة طبعا من ضمنهم شباب من ذوي الإعاقة، سواء شباب أكيد. او بنات من ذوي الإعاقة اكيد، وانا من هالمنصة اشجع الشباب والشابات من ذوي الإعاقة انهم يقدمون، لان بالمجلس مينيمم يكون في شخصين من ذوي الإعاقة شاب وشابة. طبعا احنا نطمح للأكثر من المينيمم، فمو شرط يخدمون قضايا ذوي الإعاقة، هم يخدمون شباب الكويت، قضايا شباب الكويت. فاحنا نشوف بالكويت لما نشوف المنصات المختلفة مثل تويتر وإنستغرام نشوف الشباب عندهم أفكار كثيرة، بس الأفكار هذه مو منظمة. يعني ساعات الشاب لما يقدم ويقترح بروحه وما يشوف فيه مكان يحتوي هذه الأفكار وينظمها ويحطها بهدف معين لتحقيقها يبدأ يقل تحفيزه ويقل إقباله على التغيير. بس لما إن شاء الله يكون في مثل هذا المجلس، وأنا أشوف مجلس الشباب مو بس 36 شاب وشابة، هما إذا قلنا 70% من الكويت وهما شباب، نتحدث عن 600 ألف شاب وشابة بالكويت. فمهمة 600 ألف هي دعم هذيل الشباب، يعني 36 ما يقدرون يسوون شيء إذا الشباب كله ما تفاعل معهم أكيد. وهذه طبعا مهمة الشباب إن ينزلون للشباب ويكلمونهم ويشوفون شنو رؤاهم، شنو اقتراحاتهم لحل المشاكل. فأنا أشوف إن هي فرصة جدا ممتازة للشباب وراح تأثر إيجابيا على مستوى التنمية بالبلد أكيد بلا شك. يعطيك العافية أخوي عبد العزيز على التوضيح الخاص بما يخص مجلس الشباب والتقديم عليه وغيره. بس ودي قبل لا أختم أسألك سؤال مهم. الناس أحيانا قاعد تسألنا لما تشوفنا أو تينا لمكتب وزير الدولة شؤون الشباب في موضوع الابليكيشن الخاص بتعبئة الطلب للتقدم لعضوية هذا المجلس اللي هي موضوع كتاب الترشح. عدل. الناس قاعد تسأل من وين تجيب كتاب الترشح؟ شون كتاب الترشح قصدك؟ من خلال الابليكيشن الخاص. نعم. أنا ما هو سهل، هو سهل جدا، يمكن من خلال أي، يمكن حتى والدك يعطيك كتاب ترشح أو أحد أسرة. رسائل تزكية سوري. بالضبط. قصدك رسائل التزكية. رسائل تزكية نعم. رسائل تزكية هم ثلاث رسائل أو ثلاث كتب تزكية. نعم. يكونون كتابين من جهات رسمية. نعم. والكتاب الثالث هو من مثلا قريب لك. بالضبط. أحد أنت كنت معه بفريق تطوعي. نعم. هذا المجال. طبعا الكتب التزكية احنا خليناها مفتوحة لأن قبل كان في تمبلت معين. نعم. يعبون، احنا خليناها مفتوح لأن تجارب الشباب والجهات اللي بتزكي الشباب مختلفة تماما. نعم. فهي ودها تحط المعلومات اللي هي تشوفها بالشاب، فهذا من أحد المتطلبات المهمة لقبول الشباب في المجلس، في الدخول لقرعة المجلس. حلو ممتاز، مشكور على التوضيح، الله يعطيك العافية. الله ما قصرت، شكرا لك. الله يحفظكم، مشكورين. سلام. 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 زين الحين شيء ما تحكي لعنه نسيناه قبل الله ياخذنا الوقت. ايه تكلمنا على الجائزة وعن مجلس الشباب، وأيضا تكلمنا على المبادر المحترف، يمكن باقي شغلة مهمة اللي هي اللي هي مو جيلي وجيلك.
شنو هي؟ الجيل اللي جاي اللي احنا مو ملحقين عليه. حلو. اللي هو دوري الابداع الشبابي. حلو. هذا من فئه عمر من 7 سنوات ل 18 سنه. زين. خلنا ناخذ الفيديو ونكمل عنه. يلا. تبي تستثمر في عيالك؟ تبي تكتشفين مواهبهم وابداعاتهم؟ دوري الابداع الشبابي كريتيف يوث ليج هو الحل، لانه واحد من برامج السياسه الوطنيه لمكتب وزير الدوله لشؤون الشباب بالتعاون معه مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. هدفه تنمية ودعم عيالكم اللي أعمارهم من 7 سنوات ل18 سنة. عطوهم الفرصة وخلوهم يكتشفون مواهبهم في واحدة من هذه المجالات. مو بس أنتوا تبون تستثمرون بعيالكم، إحنا بعد نبي نستثمر فيهم علشان يمثلون ديرتنا عالميا ويرفعون راسنا. دوري الإبداع الشبابي، تدريب، تنافس، تكريم. شبابنا استثمارنا الحقيقي لكويت المستقبل. شارك واستثمر. هذا هو دور الإبداع الشبابي عبد الرحمن. قاعد أتكلم عن الشباب 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 اللي ننطلق من أعمار 18 سنة وفوق، لكن أيضا الجيل اللي جاي اللي احنا 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 يمكن ابهات الحين ما قاعد نلحق عليهم. اوكي. هذا الجيم يمكن لحقنا على التون. كنت تذكر لعب البراحه قبل. ايه. احتكاك بالناس وتطور روحك من خلال احتكاكك بربعك. صحيح. الجيل يمكن حق نشوف وصرنا ابهات اليوم قاعد نشوف عيالنا صاروا بس مجابلين البلاي ستيشن والايباد وغيره. صح. نبي نشلعهم احنا عارفين مو لاقين مكان يروحون له. اليوم دور الابداع الشبابي هذا دوره انه يحط عيالك في خلينا نقول كورسات معينه لها علاقة بأشياء أيضا ممتعة، الروبوتات، عالم الكودينج، 3D برينت، علم الرياضيات، القصة، الخزف وغيره، أمور كلها تحرك خلينا نقول المخ وتحرك خلينا نقول الذهن شوي ويطلعون من جو خلينا نقول بلاي ستيشن والآيباد وغيره. والموضوع مو بس بالدورات عبد الرحمن، راح يكون الكورسات اللي راح يأخذونها ضمن منهج معتمد اللي هو منهج ستيم. هذا المنهج اللي يعتبر شنو يعني هذا المنهج؟ منهج ستيم منهج معتمد عالميا لا علاقة مثل ما قلت لك بخلينا نقول العلوم والرياضيات والفنون وغيره. من خلال هذا المنهج في طبعا كذا ليفل، الليفل المبتدئ والمتوسط والمحترف. أوكي. من يخلصون هذه الكلاسات راح نكتشف مواهب في هذه الكلاسات طبعا. من بعدها راح يدشون في مسألة تنافس. راح يتنافسون بينهم بين بعض وراح تكون هناك مراكز أولى أول وثاني وثالث. حلو. من بعدها راح يتطورون طبعا هذه تجربة أولى. هذا أول موسم له. في هذه خلينا نقول راح يسوي بطولة طبعا راح يتم تغطيتها تلفزيونيا وإعلاميا وراح يتكرمون هذيله. طموحنا في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب أن نخلق جيل يعني خلينا نقول مبدع ومتطور في هذا الجانب. على فكرة هذه المجالات لها بطولات عالمية. يعني نبي نخلق أبطال كويتيين من عمر 7 سنوات اليوم. نطمح بنسختنا الثانية والثالثة خلال السنوات القادمة إن شاء الله أن يكون في شاب كويتي أو بنت كويتية تمثلنا عالميا في هذه البطولات. فحاليا احنا قاعد نأسس لهذا الموضوع، فالجو تنافسي حلو. حلو ممتاز. هذا الصغار وبعدين هم الكبار. سمعت انه حتى ممكن في اتفاقيات مع شركات لتوفير وظائف لهم من خلال هذه المشاريع. بالضبط. وايضا باب الرعاية يمكن قد يكون مفتوح لتغطية هذه البطولات اللي بمشاركة مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. على فكرة هو أوردي عنده هذه الدورات لكن حتى بالتعاون معهم طورناها وحولناها إلى شكل تنافسي بلوك بطولات معينة. حلو ممتاز. احنا مضطرين الحين نختم لأن انستغرام يعطينا هذه الساعة وبعدين يختم. هذا نعم. الرقم أنا حاط الواتساب هذا مال 100,000 يا جماعة. هذا مال 100,000. أي أحد عنده سؤال بخصوص 100,000 دينار الجائزة هذا رقم مباشر مع وزارة الشباب، تقدرون تتواصلوا معهم وتسألونهم. هذا الرقم موجود قدامكم واتساب اعتقد فقط تقدرون واتساب. السؤال والتواصل من خلال الواتساب، اسئله واي سؤال راح يتم التفاعل معاكم والاجابه على كل استفساراتكم وطريقه التقديم واليتها. بس تذكير قبل لا نختم يا طبعا. جماعه اخر يوم للتقديم على الجائزه تاريخ 29 فبراير، يعني تقريبا باقي اسبوع او اقل من اسبوع تقريبا. اسبوع باقي ها؟ باقي اسبوع. فسارعوا بالتسجيل وفالكم طيب ان شاء الله. الله يعطيك العافية أبو علي، نورتنا. مشكور على جيتك، مشكورين على هذه المعلومات القيمة ومشكورين على هذه الجائزة والمشاريع اللي تدعم الشباب الكويتي. 100,000
راح تكون موجودة خلال أسبوع راح ينتهي التسجيل، فعندك أسبوع تشتغل وتحصل إن شاء الله 100,000. كلمة أخيرة قبل لا نختم. كل الشكر لك عبد الرحمن، ومبدع دائما ومنها للأعلى يا رب، ونشوفك أقوى من أي فضائية في العالم حاليا. الله يسلمك طال عمرك. شايات للربع على حسابي. كان هذا بثنا اليوم، يعطيكم العافية، السلام عليكم.